خالد وجاسم وشيخة ونورة كلهم مصابين كورونا، وكل واحد فيهم وصل له الفيروس بطريقة مختلفة. الآن بنشرح لكم القصة. البداية مع خالد اللي رجع من السفر حامل للعدوى، وكان من السهل اكتشاف إصابته، وأغلب اللي مثل خالد تماثلوا للشفاء بحمد الله. لكن قبل ما نعرف إنه مصاب، خالد قابل أخته شيخة. مو بس كذا، وهو بالطريق عدى على مطعم، وبوسط الزحمة نقل الفيروس الجاسم اللي ما يعرفه أصلاً. طبعاً شيخة أخت خالد، واللي مثلها سهل نوصل لهم ونعزلهم لأننا نعرف إنهم خالطوا مصابين. لكن المشكلة الأكبر هو جاسم اللي لا هو ولا أحد يعرف إنه مصاب. وبنفس الوقت عندنا نورة اللي ملتزمة بالعزل المنزلي ببيتها، لكن احتاجت تروح السوبر ماركت واختلطت بحامل فيروس آخر ما يعرف إنه مصاب، واللي هو جاسم. الآن صاروا نورة وجاسم مصابين بدون ما يعرفون، وصعب الوصول لهم وعزلهم. القصة ما انتهت، وتقدر تتخيل وين ممكن توصل. عشان كذا كلنا نقول إلزم بيتك، حتى يكون عندنا الوقت الكافي نعرف مين مثل جاسم ونورة، ونتمكن من عزلهم ورعايتهم، ونقلل انتشار الفيروس حتى نقضي عليه بإذن الله. جلوسك ببيتك والتزامك بالتعليمات مساعدة لك ولكل مجتمعك.